أسبوعين فقط بيفصلونا عن انطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الأولى واللي رح يجرى بالسعودية بمدينة جدة تحديداً. هالتظاهرة السينمائية الضخمة رح تنطلق ب 12 أذار وتمتد لغاية 21 من أذار ورح تضم وجوه عالمية ومحلية، كما ورح تكون مجمل الأفلام بالمهرجان أفلام عم تعرض للمرة الأولى بالشرق الأوسط. الدورة الافتتاحية رح تحمل شعار تغيير السيناريو، وبيرتبط هالشعار مباشرة بالتغيير الحاصل بالسعودية بالآونة الأخيرة على جميع الأصعدة، بالإضافة لاعتبارها سوق سينمائي جديد واعتبار السينما وسيلة للتجديد المجتمعي بالسعودية. كما ورح يكرم المهرجان ثلاث شخصيات يعتبروا من رواد التغيير والابتكار بعالم صناعة السينما: جاك لونغ وزير الثقافة الفرنسي السابق، كيم دونغ هو مؤسس مهرجان بوسان السينمائي بكوريا الجنوبية، ودانييلا ميتشل مديرة مهرجان موريليا السينمائي الدولة بالمكسيك. وبيعتبر مدير المهرجان محمود صباغ هالتكريم الثلاثي هو تقدير لرواد عالم صناعة السينما اللي ساهموا بإطلاق قدرات فنية وروائع سينمائية لأجيال كاملة. هذه كانت يعني حلم المخرجين، كانت حلم كل صناع الفيلم. اليوم الحلم هذا تحول إلى واقع. من ناحية تانية، مسابقة الفيلم القصير بالمهرجان رح تضم 13 فيلم من 7 دول عربية مختلفة، بتركز بغالبيتها على آثار التحولات الاجتماعية وانعكاساتها على حياتنا. وقد عين تيم ريدفورد رئيس لجنة التحكيم عن الفيلم القصير. أما المكان فهو مثل ما ذكرنا بمدينة جدة على بحيرة الأربعين التاريخية.